أوقات بتكون الناس عايزة تسمع كلام إيجابي، كلام يقدر ينسيها أي مشاكل شخصية بتقابلها في الحياة. ومن هنا كان وجود دكتور إبراهيم الفقي مؤثر في حياة أعداد كبيرة من الناس في مصر بداية من فترة التسعينات. الطفل اللي اتولد في أغسطس 1950 وكان معروف عنه إنه شقي وبيحب يتناقش في كل صغيرة وكبيرة، اتحول بعد سنوات طويلة لأيقونة في مجال كان جديد على المجتمع المصري وهو التنمية البشرية. نجح الفقي في وقت قصير إنه يعبر عن أفكاره من خلال طريقته المميزة في الحديث والأمثلة اللي كان بيحكيها من تجارب عاشها خلال هجرته لكندا وهو بيدرس الإدارة أو بيشتغل في غسيل الأطباق أو عامل بالفنادق. أفكاره دايماً كانت بتدور على أهمية التفكير الإيجابي وإزاي الإنسان ينجح من خلال خطوات بسيطة، وإزاي التفاؤل له تأثير واسع على تجربة كل شخص. والكتير من المحتوى اللي قدمه في كتب زي المفاتيح العشرة للنجاح وكيف تصبح قائداً فاعلاً وإدارة الوقت أو محاضراته اللي عملها بأكتر من لغة. رغم نجاح دكتور إبراهيم الفقي لكن ظهرت انتقادات على المحتوى اللي بيقدمه ومناقشات حوالين أهمية التنمية البشرية من عدمها، والجدل مستمر رغم وفاته في 2012 بسبب خروج أجيال جديدة من خبراء التنمية البشرية.